يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لحكم لبس النعال في المقبرة، أقصد هل هي على الكراهة أم على التحريم؟ لا بأس بلبس النعال في المقبرة، سيما إذا كان في شدة الحرارة والرمضة، أو كان في المقابر شوك أو حصى، يلبس للوقاية، ولكن لا يدوس على القبور، لا يدوس على القبور سواء عليه نعال أو كان غير منتعل. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إهانة القبور والجلوس عليها. نعم.